قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأطباء الآن يعلمون ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى؟ فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره الله سبحانه في آخر سورة لقمان ويعلم ما في الأرحام؟ أولا، هل هم علموه بدون اكتشاف وبدون إشاعات؟ يعني إذا وقف عند المرأة عالم من في بطنها، هل يقول هذا أحد؟ ما يقول هذا، إنما لما جاءت الاكتشافات والإشاعات عرفوا شيئا من أحوال الجنين، ما عرفوا كل أمور الجنين وأحوال الجنين، عرفوا شيئا منها فقط، شيئا ظاهرا. هل تعلم أنه شقي أو سعيد؟ هل تعلم متى يموت؟ تعلم أجله؟ هل تعلم أنه عاقل أو غير عاقل؟ ما تعلم هذا. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام، كل شؤون الجنين يعلمه، يعلمها كل شؤون الجنين. أما أنت يمكن توصلت إلى شيء ظاهر فقط، ظاهر أظهره لك الآلة والكشف، ما توصلت إليه أنت بعلمك وبعقلك نعم.